خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور حامد فارس، خبير العلاقات العربيه والدوليه. اهلا بيك يا دكتور حامد، ازاي صح؟ ازيك يا فندم، سعيد بوجودي مع حضرتك. لا ده احنا اسعد يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. دكتور حامد، بتشوف ازاي يمكن احنا نقدر نسميه اللقاء الاولي والمبدئي ما بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا الرئيس الاماراتي او رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد بن زايد في لقاء اولي يسبق لقاءات للقمم العربيه اذا صح التعبير؟ يعني هو لقاء هام جدا، واذا اردنا ان نضع عنوان رئيس لهذه القمه فهي قمه الاستثمار في الاستقرار. عنوان مهم جدا، الاستثمار في الاستقرار. الدولة المصرية والدولة الإماراتية يسعيان بكل جهدهما إلى بذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية من خلال سياسات واضحة وثابتة تنتهجها الدولة المصرية والدولة الإماراتية باعتبارهم ركائز أساسية للأمن القومي العربي وأيضا الإقليمي والدولي، في ظل أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم دائما بالخصوصية وأيضا الاحترام المتبادل منذ نشأتها، في ظل أن هناك علاقات أخوية وطيدة بين كافة الحكام على مدار تاريخ البلدين. فمصر كانت من أوائل الدول اللي اعترفت باتحاد الإمارات السبع في العام 71، يعني تحت قيادة المغفور له مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومصر أيدت هذا القرار ودعمته إقليميا ودوليا. أيضا يعني كان من أساس وضع اللبنة الرئيسية لتقوية العلاقات المصرية الإماراتية الموقف أيضا للشيخ يعني زايد بن سلطان في حرب أكتوبر 73. صحيح. وكان لي مقولة لابد أن نتذكرها سويا يا أستاذ يوسف، وهي أن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي. ولكن منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 انعكست حجم الزيارات المتبادلة بين فخامته وبين الحكام الإماراتيين، لدرجة أن هذه الزيارات تتخطط 30 زيارة متبادلة، وهذا يؤكد وبقوة على أن هناك حرص ووجود إرادة مشتركة بين القيادات للعمل على دفع العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي من خلال العمل وبكل قوة على إيجاد ركائز رئيسية لحفظ الأمن القومي العربي، باعتبار أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وهذا ظهر وبقوة من تدشين آلية التشاور السياسي ومشاركة مصر في أعمال قمة التعاون الخليجي كأول دولة تشارك في هذه القمة، وبيعكس حرص دول الخليج بشكل عام والدولة المصرية على إيجاد مسارات توافقية تؤدي إلى نتائج على واقع الأرض، وهو ما نشاهده الآن في مدينة العلمين التي أظهرت الوجه الجديد للجمهورية الجديدة. والله وجه مشرق. طب دكتور حامد، يعني هيظل الشارع المصري يسأل حتى غد وبعد غد، يا ترى ايه هي ابرز النقاط التي سوف يتناولها القادة العرب على موائد اللقاء؟ دكتور حامد، بترى انه ابرز النقاط اللي هيتم مناقشتها ايه، او قد يكون ما يدور في مخيلة الزعماء العرب؟ طبعا يعني في ظني وتقديري أن هناك الكثير من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين قادة الدول الخمس. أولا تعزيز العلاقات الوثيقة التاريخية اللي بتجمع كلا البلدان الخمس على المستوى الرسمي والشعبي، وأيضا تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن والإمارات والعراق لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة العربية بوجه العام ولشعوب الدول الخمس بوجه خاص، وأيضا تعزيز العمل العربي المشترك والعمل على إيجاد يعني حلول ناجعة وناجحة لكافة القضايا العربية، سواء القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية المركزية للمنطقة العربية، وأيضا الأوضاع في ليبيا، وكيف يمكن إيجاد حل سياسي توافقي وصولا إلى إجراء الانتخابات
في الشقيقة ليبيا وأيضا في العراق وتهدئة الأجواء في العراق، في ظل أن مصر والإمارات كان لها دور محوري ورئيسي في العمل على إجراء الانتخابات في العراق الشقيق، وشاهدنا زيارتين متتاليتين للرئيس السيسي بعد 30 عام كأول رئيس مصري، زيارة في شهر 6/2021 وزيارة بعدها بأقل من شهر في قمة التعاون والشراكة بمشاركة أكثر من رئيس عربي وأوروبي، وهو أدى بعد ذلك إلى إجراء الانتخابات في أكتوبر 2021، وبالتالي الدعم العربي والعمل على إيجاد يعني بلورة موقف عربي قوي موحد تجاه القضايا العربية وزيادة حجم الاستثمارات في المنطقة العربية، وهذه النقطة مهمة جدا يا أستاذ يوسف، لأن حجم الاستثمارات العربية سواء في أوروبا أو في أمريكا تتجاوز 2000 مليار دولار، وبالتالي يعني 2 تريليون، يعني 2 تريليون، يعني احنا لابد من توجيه حتى ولو ربع هذا المبلغ إلى الاستثمار داخل المنطقة العربية، وبالأخص الدولة المصرية التي وفرت كل الإمكانيات لأن تكون قبلة المستثمرين العرب والأوروبيين، سواء عوامل الأمن، سواء عوامل الطاقة بعدما تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، سواء عوامل قانون الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، مما يجعل أن هناك قبلة جديدة للمستثمرين تكون جاذبة للاستثمار في إطار تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة. طيب أنا قريت أكتر من تقرير الأسبوع اللي فات حول أنه مصر هي الأكثر وعدا بتحقيق عوائد استثمارية على الاستثمار فيها في المنطقة بالكامل، ويمكن كان من أبرزها تقرير متعلق ببلومبرج والاستثمار في الأسهم والشركات المصرية وما إلى ذلك. تعتقد أنه رؤوس الأموال العربية في الحالة دي هتصبح أكثر تحمسا للاستثمار في مصر؟ يعني الاقتصاد وضعه في العالم سيء يضرب الكل، والاقتصادات العربية الخليجية تحديدا بدأت في عملية تنويع مصادرها ومواردها الاقتصادية للاستعداد إلى أنه نبقى عندنا اقتصادات مختلفة عن الاقتصاد النفطي أو مغايرة ليه. بتعتقد أنه هيتم توجيه بالفعل استثمارات ضخمة داخل مصر، وأوجه الاستثمار هتبقى شكلها إيه؟ سؤال مهم جدا وفي محله وفي توقيته، لأن كانت مصر ليها نظرة استشرافية وطباقة في إطار العمل على تدشين الشراكة التكاملية الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية، وانضمت لها البحرين كخطوة أولى لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبالتالي هذه الشراكة من الممكن جدا يعني توحيد الموارد وزيادة القدرة التنافسية ومضاعفة الاقتصاد بشكل كبير داخل الدولة المصرية، في ظل أن الدولة المصرية الآن تقدم نفسها إلى العالم باعتبارها دولة محورية اقتصادية من الطراز الرفيع، وفرت كل سواء بنية تحتية سواء قوانين استثمار سواء استثمار مباشر أو غير مباشر، فتحت كل مجالات الاستثمار لكافة المستثمرين العرب وأيضا الأوروبيين. كانت هناك زيارة هامة جدا لرئيس المفوضية الأوروبية إلى القاهرة، وأشادت بحجم وثقل الاقتصاد المصري وأنه أصبح اقتصادا قويا، ووقعت الكثير من الاتفاقيات ذات الاهتمام المشترك مع المسؤول الأرفع في الاتحاد الأوروبي، وهي شهادة نجاح للدولة المصرية على أن تكون قبلة للمستثمرين العرب. وكما أشرت لحضرتك لابد من أن يكون هناك تخصيص جزء من المبالغ الضخمة اللي بيتم استثمارها في أوروبا، في ظل أن أوروبا الآن والعالم أجمع يعاني من حجم اضطرابات وانعكاسات كارثية للحرب الروسية الأوكرانية، ويعني بنشاهد الآن أن أوروبا مقدمة على شتاء قارس نتيجة عدم توافر الغاز، وهو ما يعني مختلف تماما عن الدولة المصرية التي وفرت كل العوامل لنجاح تجربتها الجديدة وهي الجمهورية الجديدة بمعايير مختلفة وبمعايير دولية عالمية تحقق الاستقرار في الدولة المصرية والمنطقة العربية، في ظل أن يعني حجم الاستثمارات في الدولة المصرية مع الإمارات
يتخطى ال 15 مليار دولار، ايضا يعني زياده كبيره تتعدى عن 21% حجم التبادل التجاري. كل ده بيؤكد على ان هناك زخم عربي قادم، وان هناك رؤيه جديده تتحقق على واقع الارض من خلال استراتيجية واضحة للدولة المصرية بالتوافق مع الأشقاء العرب. صحيح، أنا بشكرك جدا دكتور حامد فارس خبير العلاقات العربية والدولية.